يعني هي عمليات متواصلة ما بين حزب الله وما بين الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قبل قليل كانت هناك رشقة صاروخية انطلقت من الأراضي اللبنانية وتحديدا من الجنوب اللبناني باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. صاروخين سقط في كريات أشمونة وفق ما تحدث به الإعلام العبري حتى هذه اللحظة. لكن في المقابل كان هناك العديد من الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله صباح اليوم على عدد من السكنات العسكرية في مختلف الأنحاء في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أحدث إصابات مباشرة وفق البيانات الصادرة عن الحزب، من بينها موقع زبدين وكذلك موقع الرمثة في تلال كفر شوبة المحتلة وكذلك موقع البغدادي الذي أصابه الحزب إصابة مباشرة بالأسلحة الصاروخية، فضلا عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة إلى جانب قصف الحزب لموقع تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش شتولة، فضلا عن سرب المسيرات الذي انطلق خلال الساعات الماضية وأصاب شمال إبريم إصابة مباشرة أيضا وفق البيان الصادر عن الحزب. إذن هناك حرب مسيرات ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين حزب الله. المسيرة التي انطلقت إلى الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية استطاعت أن تصل إلى بلدة العباسية جنوبي لبنان وأن تستهدف سيارة على ما يبدو أن بعض عناصر حزب الله كانوا بها، لكن حتى اللحظة لم يعلن الحزب نعيه لأي من عناصره هذا اليوم، فيما كان هناك يعني إصابات وصلت 10 أشخاص وفق البيان الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية، بينهم 3 حالاتهم خطرة. أما فيما يتعلق أيضا باستهدافات الاحتلال الإسرائيلي للبلدات اللبنانية، فكانت هناك بلدة كفر كلا التي تعرضت بالأمس لقصف عنيف من طائرة F-35 التي قامت بإسقاط 3 صواريخ ارتجاجية، فضلا عن الصواريخ الارتجاجية الصاروخين اللذين أطلقهما الاحتلال الإسرائيلي أيضا من خلال الطائرة على بلدة عيتا الشعب التي تبعد أمدارا قليلة عن هنا، حيث كانت هناك يعني أصوات انفجارات قوية للغاية وما خلف ربما دمارا واسعا في كفر كلا وكذلك في بلدة عيتا الشعب. يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف بالصواريخ الارتجاجية التي يستخدمها لأول مرة في مواجهته مع حزب الله بعد أن كان يستخدمها خلال الفترة الماضية أيضا طيلة حربه على قطاع غزة، حرب الإبادة التي تشهدها قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر. كان يستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه الصواريخ الارتجاجية وهي ما تحدث دمارا واسعا، يحاول من خلالها الاحتلال الإسرائيلي أن يصل إلى أعماق كبيرة على اعتبار أن لديه معلومات وفق ما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منصات الصواريخ التي يطلقها حزب الله.